الأخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأحوية سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. هكذا ابتدأ الإمام الحسين عليه السلام طريقه وثورته حين انطلق من مكة متجها إلى الكوفة. صراع الحق والباطل مليء بالصعاب، مليء بالأشواك والمتاعب، لذلك من أراد أن يسير في ركب الحسين عليه أن يوطن نفسه للموت، خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة. ماذا تفعل القلادة على جيد الفتاة؟ القلادة تحيط جيد الفتاة وتحيط عنق الإنسان، ولكن في نفس الوقت إذا كانت هذه القتلة وهذا الموت موتا في سبيل الله يزين الشهيد ويزين المقتول، فالقلادة تزين المرأة وتزين الفتاة. على امتداد الزمن وعلى امتداد العصور هناك صراع بين الحق والباطل، وهناك أنصار لأهل الحق وهناك أنصار لأهل الباطل. وقف الإمام الحسين عليه السلام مع عظمته ووضوح الحق معه، حيث لا لبس بين الناس في عدالة قضية الإمام الحسين عليه السلام، ومع ذلك كله يقف على صحراء كربلاء وحيدا فريدا لا ناصر له ولا معين، حيث ينادي: ألا من ناصر ينصرنا؟ ألا من معين يعيننا؟ ألا من ذاب يذب عن حرم رسول الله؟ كان ينادي العطش العطش، فلا يسقيه أحد شربة ماء. الإمام الحسين وكل السائرين على درب الإمام الحسين، من أراد أن يسير على درب الحسين عليه أن يعلم بأن قد تأتيه لحظة من اللحظات حتى أقرب الأقرباء منه يتخلون عنه. حينما أراد الإمام الحسين عليه السلام الخروج من مكة كان الناس يدخلون إلى مكة، الإمام الحسين متجه إلى كربلاء والناس تتجه إلى الكعبة. وهنا الفرق بين الذين نصروا الإمام الحسين وبين بقية المسلمين. البصيرة يا إخواني وأعزائي مهمة جدا، علينا أن نعرف أن هناك عبادة وهناك غاية لهذه العبادة، هناك شعائر وهناك غاية لهذه الشعائر وأهداف لهذه الشعائر. الإمام الحسين عليه السلام قد ترك الحج والطواف ببيت الله واتجه ليكسر الأصنام ويحطم الطواغيت في كربلاء. نحن اليوم إذ نحيي شعائر عاشوراء علينا أن نحطم الطواغيت في هذا الزمان. الكثير من الناس يقولون لنبعد الشعائر عن التجاذبات السياسية. هؤلاء وهذا الطرح
هو شبيه بأولئك الذين كانوا يتجهون إلى مكة المكرمة. الحسين يتجه إلى كربلاء، وهؤلاء يأتون للطواف على بيت الله الحرام. الإمام الحسين أراد أن يحطم الطواغيت في كربلاء، واليوم الذي يريد أن يحطم الطواغيت في عصرنا عليه أن يحيي أهداف هذه الشعائر التي نحييها من أجل إحياء قضية العدالة وقضية الحق ومواجهة الباطل وإزهاق الباطل. نعم، طريق الحق مليء بالمصاعب ومليء بالمتاعب ومليء بالمعاناة، وإن الذين تخلفوا عن نصرة الإمام الحسين عليه السلام قد وضعوا التبريرات الكبيرة والكثيرة من أجل أن يبرروا موقفهم وتخاذلهم عن نصرة الإمام. في ذلك الزمان قالوا نحن مشغولين بالحج، والحج فريضة من فرائض الله، واليوم نحن نقول نحن مشغولون بإحياء شعائر عاشوراء، وينبغي أن لا نفسد إحياء شعائر عاشوراء. بالأمس كانوا يقولون أن الوضع الأمني في الكوفة كان وضعا أمنيا شديدا، لذلك لم نستطع أن ننصر الإمام الحسين ولم نلتحق بكربلاء. واليوم يقولون الوضع الأمني شديد ومتشدد وصعب، ولذلك نحن لا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر ولا نقول كلمة الحق في وجه سلطان جائر. من أراد أن ينصر الإمام الحسين استطاع أن ينصره ويصل إلى كربلاء ويستشهد بين يدي الإمام الحسين عليه السلام. حبيب بن مظاهر ألم يكن في الكوفة؟ كان في الكوفة، وجاءه أهله وأبناء عمومته وحذروه من الالتحاق بكربلاء، وقد كان الوضع الأمني في الكوفة شديدا وخطيرا، ومع ذلك استطاع حبيب بن مظاهر أن يتجاوز كل الصعوبات وأن يلتحق بركب الحسين ويستشهد بين يدي الإمام الحسين. قضية الحق والباطل، قضية نصرة المظلومين، هي قضية الإمام الحسين عليه السلام. من تخلف ويتخلف عن نصرة المظلومين، لو عاد به الزمان وتعود كربلاء لتخلف عن نصرة الإمام الحسين عليه السلام. اليمن اليوم هي كربلاء جديدة، سوريا اليوم هي كربلاء جديدة، العراق اليوم هي كربلاء جديدة، البحرين اليوم هي كربلاء جديدة، المنطقة الشرقية اليوم هي كربلاء جديدة. من أراد أن ينصر الإمام الحسين فلينصر قضيته، قضية إحقاق الحق والوقوف مع المظلومين. اليوم نحن نتردد في إعلان موقفنا الداعم لشعب اليمن، نتردد في إعلان نصرتنا لليمنيين. لماذا؟ هذا نفس التبريرات التي كان يطرحها أهل الكوفة. الوضع الأمني لا يتحمل، الوضع الأمني لا يتحمل. كل هذه التبريرات كانت حاضرة لدى أهل الكوفة، هل كانوا معذورين أمام الله؟ نحن اليوم مطالبون أن نقف مع الحق وأن نتحمل ضريبة الوقوف مع الحق ونصرة الحق. نعم، قد يتعرض المتصدون لنصرة الحق لانتكاسات كبيرة، فقد يقتل منهم من يقتل، وقد يبادون على صحراء كربلاء، وقد يدوسهم الخيل، وقد تسبى نساؤهم، ولكن هذا لا يعني أنهم ليسوا على حق. قد يتعرض المؤمنون والمجاهدون في سبيل الله إلى الاعتقال
والتشريد والتعذيب والاعتداء على أعراضهم ونواميسهم، وقد تهدم مساجدهم وتخرب حسينياتهم ويحرموا من أرزاقهم، ولكن هذا لا يعني أنهم ليسوا على حق. قد تفشل التجربة الثورية، وقد لا نصل إلى أهدافنا، ولكن لا يعني ذلك أننا لسنا على حق. نحن علينا أن نؤدي تكليفنا وأن ننصر الحق مهما كلفنا من تضحيات. الذين كانوا ينظرون للقضايا في ظاهرها كانوا يعتقدون أن الإمام الحسين انتهى في كربلاء، ولكن الذين ينظرون إلى القضايا في حقيقتها وجوهرها فإن قضية الإمام الحسين ابتدأت من كربلاء ولا تنتهي إلا في يوم الحساب، يوم قيام الساعة. المسيرة الحسينية والركب الحسيني قد ابتدأ في يوم العاشر من محرم ولن ينتهي إلا بقيام يوم الساعة. نعم، قد طال الطريق وطالت المحنة بالمجاهدين في سبيل الله، وكثر الجراح بالعاملين في سبيل الله، ولكن الحق حق والباطل باطل. إن المسيرة الحسينية سوف تبقى مستمرة، وإن كلفت أصحابها أثمانا باهظة من المجاهدين ومن حياتهم وأموالهم وأنفسهم وأهليهم الشيء الكثير. وكلما طال الطريق وكلما اشتدت المحنة سيتساقط الذين التحقوا بركب الحسين. لقد خرج مع الإمام الحسين عليه السلام مئات، بل بعض الروايات تقول آلاف، الذين خرجوا من مكة متجهين إلى الكوفة. ولكن كلما طال الطريق وجد الخطر كلما تخلف عن هذا الركب أناس كثيرون، حتى بقى قلة قليلة هم خلاصة الأمة في ذلك الوقت، 72 شخص. خلاصة الأمة هم أولئك الذين تجردوا من حب الدنيا وتجردوا من شهوات الدنيا وزخارف الدنيا. كان بإمكانهم أن يغادروا ساحة كربلاء حيث أجازهم الإمام الحسين عليه السلام، ورخصهم الإمام الحسين بأن يرحلوا من كربلاء، ولكنهم كانوا يريدون أن ينالوا ذلك الشرف العظيم بأن يكونوا من أنصاره، بحيث كانوا يقولون: والله لو قتلنا وحرقنا وذروا رمادنا في الهواء وأعدنا إلى الخلق مرة أخرى، وقتلنا وحرقنا وذرونا للهواء ألف مرة لما تركناك يا حسين. أيها الأحبة الأعزاء، إن التمسك بطريق الحق وتحمل ضريبة التمسك بطريق الحق مكلفة، ولكن عندما تتضح الصورة للسائرين على طريق الحسين ويكون هناك إيمان راسخ بهذه القضية، فإن المؤمنين بهذا الخط لا يتخلون عن الحسين مهما كلفهم. نحن اليوم نجد أن كثيرا، وقد نكون بعضهم كثيرا، من الذين التحقوا بقافلة الثورة في البحرين قد أصابهم التعب واليأس وبدأوا يتراجعون ويتخلفون، وهذا هو نفسه ما أصاب الذين خرجوا مع الإمام الحسين عليه السلام من مكة
في اتجاه كربلاء. نحن اليوم إما أن نتمسك بالحسين ونستمر مع الحسين ونواصل طريق الحسين، وإما أن نكون مثل أولئك الذين تخلفوا عن الركب الحسيني في وسط الطريق. يكلفنا أنفسنا، يكلفنا أهلينا، يكلفنا مالنا، يكلفنا حياتنا، يكلفنا مستقبلنا، ولكن لا نتخلى عن الحسين. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. ماذا كان ردة فعلهم؟ فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. اليوم نحن نرى أن أمريكا وبريطانيا والسعودية وكل دول الخليج وكندا كلهم قد تجمعوا لوأد ثورة شعب البحرين وقتل والقضاء على ثورة شعب البحرين. ماذا نحن فاعلون؟ بإمكاننا أن نتراجع، وبإمكاننا أن نحافظ على أنفسنا وأن نرفع الراية البيضاء، وبإمكاننا أن نتأسى بالآية الكريمة: فزادهم إيمانا بعدالة قضيتهم، وزادهم إيمانا باتكالهم على الله سبحانه وتعالى، وبأن نصر الله لهم أمر حتمي، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نحن إذا اتكلنا على الله سبحانه وتعالى، لا أمريكا ولا بريطانيا ولا كل دول الخليج ولا إسرائيل يمكنها أن تفوت من عزائم شبابنا المؤمن المضحي الصابر المتوكل على الله سبحانه وتعالى. لذلك أود أن أؤكد على عدة نقاط بهذه المناسبة العظيمة. أولا، موقفنا من قضية التعدي على الشعائر الحسينية. إننا نرى أن التعدي يأتي في سياق الاستهداف الطائفي الذي لم يتوقف، وأنه استهداف الغرض منه هو إركاع الشعب البحريني الأصيل وإذلاله، وهو تعدي لا يمكن السكوت عنه، وأن شعب البحرين بجميع فئاته وأطيافه مطالب بالرد على هذه التعديات بكل ما أوتوا من إمكانات وقدرات، وأن لا يسمح للسلطة بالتمادي في هذا التعدي، وأن السكوت عن هذه التعديات قد يغري السلطة. وعلى العلماء والنخب في البحرين وخارجها تحمل مسؤولياتهم تجاه هذه القضية. ثانيا، بخصوص موقفنا من مشاركة السلطة الخليفية في عدوانها على الشعب اليمني، نحن نعلنها وأعلناها سابقا ونؤكد موقفنا الواضح في رفضنا لهذا العدوان، وإننا نقف في صف أبناء الشعب اليمني في قبال آل سعود وعدوانهم، وإننا نتضامن مع الشعب اليمني وندين بل نعتبر أنفسنا جزءا من الصراع مع آل سعود والذين يقاتلون معهم. ثالثا، بخصوص فزاعة داعش، بين الفينة والأخرى يخرج إلينا السلطة بفزاعة داعش. نحن نعتقد أن داعش في البحرين هي صنيعة النظام، وأن أي
تعد وتجاوز قد يحصل لأبنائنا وإخوتنا وعزتنا في البحرين، نحمل السلطة في البحرين كامل المسؤولية. وإن التعديات التي تقع اليوم على الشعائر كلها تدل على أنها هي الحاضنة الفكرية والثقافية لهذا الفكر المتطرف ولهذه الفئة الضالة. رابعاً، إننا نحمل أمريكا وبريطانيا كل الظلامة وكل الظلام التي تقع على أبناء شعب البحرين، ونعتبرهم شركاء في كل الجرائم التي يرتكبها النظام ضد أبناء شعب البحرين. ولذلك فإن شعب البحرين سوف لن ينسى وقوف هذه الحكومتين وهذا النظامين ضد طموحات أبناء شعب البحرين، وسوف لن نقبل بالوجود البريطاني ولا بالوجود الأمريكي في البحرين. وهذا الأمر نعلنه بأننا ضد وجود القاعدة البريطانية في البحرين وضد الوجود الأمريكي والتعاون الأمني الأمريكي مع السلطات الخليفية في البحرين. أكتفي بهذا المقدار، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تحمل هذه المسؤوليات، وأن يثبتنا على خط الحسين، وأن ينصرنا بنصره العزيز، وأن يوفقنا وإياكم لأن نكون من أنصار الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن إخوتنا وعزتنا وأحبتنا المعتقلين في البحرين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمسح على جراحات جرحانا، وأن يؤاوي مطاردينا، وأن يمسح على قلوب عوائل الشهداء، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على